لك حبيبي انا كم مره قلت لك لا بقى تلعب معها، هي مو من عمرك ما عاد بدي اياها توقع. الله يوفقك يا احمد. ما دخلني هي وقعت لحالها. شلون يعني وقعت لحالها؟ مخلوقة لسه ما بتعرف تمشي. لا خلصنا بقى، رعبتيها الصبي شو بكي؟ يرتعب ليكي بنت صفرت وخفى حسها. مو معقول امل، عن جد ربي ابنك اذا سمحتي. لك شو هالليلة الذوق؟ تعي اعملي له كفين كمان. شبهنا يا امل؟ صوتك وصل لعند الجيران. شوفي شوفي حموده كيفوش شو اصفر. بنتها باول مشيتها بدها توقع 100 مره، لسه بتتفشش فيه للصبي. ايه وطي صوتك وطي صوتك. ايه بعدين ليش هيك عم تحكي مع المخلوقه كانها عدوتك؟ يارا صار لها شيء؟ هلا هذا اللي طلع معك امي؟ بتسالي عن البنت ما بتسالي عن حموده؟ ولا لانه ما عنده اب؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ليكو حموده ما في شيء، انا عم بسالك عن يارا لاني سمعت صوت عمها تبكي. صار لها شيء؟ ما صار لها شيء، بس عياطها رعب الصبي ورعب بنته. ها هلا عياط امها هو اللي رعب الصغار؟ يا عليم الله عليم الله، ما سمعت الا حس. اخ منك بس. ايه يلا دللوها هي وبنتها، وانا وابني نحن الحق علينا دايما. تعال ماما لا تخاف تعال.